أبي سيدي. اسمع، بتاخذ عناصرك وبتروح مباشرة لحارة الضبع. احتمال كبير يكون هنيك في إرهابيين سكاجر ومعهم واحد سياسي. أنا ما بدي أقول لك شو لازم تعمل. حاضر سيدي. إذا تلالك أبو إسام ما بتحكي ما ولا كلمة. بتبادله وبتقله أنت مزوخ وما خرجك تكون بغية الحارة. حاضر سيدي. ما تساعدون معنا اخونا مصاف. هم يدور بخاطرك. فوتوا عمي فوتوا، الحاره بيتكم مطرح يكون وكل بيوت الحاره بتخبيكم. انا رح شوف اذا حدا ملاحقكم وطيعوا. الله يدور بخاطرك يا رب. الله يتقبل. امين. دعيتي لك تقبرني. معناتها خلص صفي قلبك. طول عمري قلبي صافي ناحيتك. اوقات هيك بتضايق شوي، بزعل شوي، بس ما بقدر على زعلك. الله يحرمني منك. هي هيك صلحة. الله لا يحرمني منك، لا دنيا ولا آخرة. الله هيك عزحيني على الآخرة كمان. رجلي على رجلك. تتعشى معنا؟ صار لك زمان ما تعشيت معنا. أنا اللي بتعشى، والله بتعشى. حاضر. تفضل وشوفي كمان. انت روح روح وخلي حدا غيرك يحكي معي. انا ما بحكي مع واحد كذاب ومزور وعامل حاله كبير. دوزن كلامك يا ابني، انت ولد فسار، احكي على قدك. كذاب واحد مثلك. قلت لك روح وخلي حدا غيرك يحكي معي، عم تفهم؟ دير بالك، هذا ابو عصام زعيم الحاره وكبيرنا. من الاخر قلنا، ليش جاي انت وعساكرك على الحاره بالليل؟ انت سمعتوا باللي هربوا من سجن دير علي؟ الله يبارك فيهم يحميهم. شي بيرفع الراس والله. ادعوا قد ما بدكم، انا ما عندي مشكله، بس نحن كمشنا كم واحد، باقي الستة وينهم؟ اول باشتان هدول اللي عم تحكي عليهم ما دخلوا على الحاره. ثاني باشتان لو كانوا عنا ما كنا سلمناك ياهم. شو يا حضره الضابط، ما تعودت علينا؟ ما فهمتنا؟ بقى ضب عساكرك وطلع. وحاجم مسي ومصبح عنا كل يوم بالحارة، صرت فايت وطالع لعنا أكتر منا يا زلمة. شباب عملنا يا سري مري. تيسر عمي تيسر. أنا قلت لكم بدي اللي هربوا وهلأ. قلنا لك ما فات حدا لعنا. أنتم مخبينه ببيت أبو محمود، وبيت أبو محمود هو ملك لحكومة الانتداب. مين؟ افتحي يا اختي مشان ما تفتحي. الله يستر عليك. احنا اللي هربنا من سجن دير علي، معانا رفيقنا متصاب واجرك قاعد بتنزف. لا يا ابو لا تفتحي، لا تفتحي. الله مشان الله يا اختي افتحي. مشان الله يا اختي، الفلساويه صاروا بالحرم قاعدين بتدافع علينا، وشفت الحرانه احنا بلاد البلد. شو مالكم يا جماعه؟ وين راحت النخوه؟ ها افتحي يا اختي افتحي. لا يا امو لا لا مرت عمي لا. وصلت اخي وصلت. فوتوا لجوا، فوتوا تخبوا جوا بسرعه. فوتوا اخي فوتوا. الله يجور بخاطرك يا اختي، الله يجور بخاطرك.
البيت بدي فوته يعني بدي فوته. إذا بيوصل الدم للركب بدي فوته للبيت. لك إذا الشام كلها بتصير دم بدي فوته. ولك أنت أول واحد بدك تنقتل إذا بدك هوى بناحية البيت. فهمت هاي ولا ما فهمتها؟ بلا رطوطة. أنت ست بوزك. تشاوروا بين بعض بعدين حكون. هذه جوا. يا أختي بدنا حكيم. صلوا على النبي أخي، صلوا على النبي. أنا جوزي حكيم. وين جوزك شفتي وين؟ طلع على الأصوات اللي برا هلا بيرجع. بعد لي هيك انت ويا لشوف بعد وين بدن بعد شخص لك بعده يا اخي بعده لهنيك لشوف الجرح هذا جرح بده ربط يا مو دلال هاتي خرقة بيضة الله يرضى عليكي بسرعة ايه على عيني يا مو ما عم تجيب خرقة بيضة هلا ليكي روحي جيبي البشكير من المطبخ يلا يلا لك بشكير ايه ما لقيت الخرقه يا مو ايه لا حول ولا قوه الا بالله عليك يا اختي هذا بشكير سميك ما مشيت حاله يا اختي لك يا اخي طول بالك علي زلمه رئيس ودم الله يرضى عليك طول بالك لشوف شو بدي امي حيجي الحكيم بشير يا بشير هلا الا بنت عمي شو جابك لهون خير؟ الله يرضى عليك روح عيط لي لعمك ابو عصام قل له يجي على البيت ضروري حوسته هلا هلا روحي روحي انت روحي انت انا بنادي له يلا يلا روحي انت ما تاكلي هم الله محييكم والله يا رجال والله اللي سويته اخته مع عصام ما حد بيسويه الله وكيلك اخت الرجال توكلوا الله واجب هذا اخي واجب واجب الله يطول بعمرها ويخلي لك اياها الله يطول عمرك اخي هذا الجرح غمي غمي كثير والله حكيم ما خلينا ينزف كتير ماشي أنا هلأ بدي منكم تضلوا شادين على الجرح وعصين عليه منيحة تكرم حكيم لا بمي أنا روح جيب العدة وارجع خلص توكل على الله توكل على الله خلوه خلوه الله يجزيك الخير الله ييسر لك يلا يلا جابي جابي ليش تركت الحارة وجيت على البيت شو صاير؟ مين رايح جيت هلأ تركي من أسئلتك بوشك على الدكان جيب ليش تركت العدة يلا بس فهمني لا روح هلأ روح مني روح دريت شفت غطاكي جوا كنت مضطرة ابن عمي الزلمة رح يصفى دمه لك الله يبارك لي فيكي هي. بعدين معك رح تضل واقف كتير انت وعساكرك في وقت محدد للفوتة انا بحدد انت بفوت وانت بطلع بس لازم تعرف انه رح يصير دم ذاتا البيت واقف للجامع ومطاليب نحن مانا مخبيين بالحارة شو؟ وينو كبير كور؟ ايوه شو ناوي تشلشنا انت؟ ساعة بتقول لا هو كبيركم ولا زعيمكم وساعة بتقول وين كبيركم بدي احكي معه اعتمد عمي كأنه شفته هرب أبو عصام ما بيهرب كأنه مو عامل شيء ليهرب بعدين الحكي اللي حكيتوه ما حدا صدقه من الناس هي قدامك كلهم كله كذب بكذب عشان هيك عم بنصحك نصيحة خود عسكرك وبيوشك على السكنة تبعك يلا ليك أنت عم تتجاوز حدودك كثير ها لا تاخذ وتعطي معي كثير قلت لك البيت بدي فوته يعني بدي فوته عم تسمع البيت ما رح تفوته طيب في حل أبو ظافر بفوت على البيت وبيفتشه وبيطلع بيخبرنا شو شاف أنا بثق بأبو ظافر ايوه
وليش عم تحاكيني كأني عسكري عندك وبتسخ فيي وبفوت وما بعرف شو؟ عمي نحنا كلمتنا بعد أبو عصام، أبو عصام بس اللي بفوت وكلمتنا كلمة. بس أنا ما بثق بأبو عصام. مشكلتك يا حضرة الضابط إنك ما بتوثق بحدا، ونحنا كمان ما بنوثق فيك لأنه أنت بنظرنا محتل. شو قلت؟ أبو عصام هو اللي بفوت. طيب بفوت أبو عصام، بس بفوت معه أبو جودت. لا مو أبو جودت، بفوت معه رستم. ليش رستم؟ هيك ما بدنا أبو جودت يفوت على البيت، فهمت؟ طيب بفوت أبو عصام وبيفوت معه رستم. يا أبي صافير. قلي يا أبي. رو نادي لعمك أبو عصام. أمرك يا أبي أمرك. ثبت 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 جورج. عند المشكلة عمي عم تعود. خيرتك أبي، ما عندنا ردي. يلا بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يجزيك خير أبي. الله يعطيك العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين رجعت؟ والله يا حكيم، محمود من حوران وأنا من قامشلو وعدنان من الشام. والنعم والله والنعم. منك يا حكيم. شو حكايتكم أبي؟ هاتوا نشوف. عمي أبو عصام، احنا شغلتنا نجيب خضره من حوران وننزلها بسوق العال، ومثل ما بتعرف دوريات الفرنساويه معبي الطريق، بقى بوقفونا بيفتشونا وبياخذوا بمياه، والله وكيلك ما بنحكي معهم ولا كلمه. بس المره هاي كشكوها، قال شو بدهم الطنبر واللي فيه. هون قامت قيامتنا، ما ظل فينا عقول، قمنا هجمنا عليهم وطبشنا لك يوم تطبيش. اجوا فزعوا، ما خلوا ولا فرنساوي بالدنيا كلياتها الا ما اجوا علينا. الله وكيلك صاروا مثل النمل، بيني وبينك ما عاد شفنا بعضنا، وهيك قدرونا واخذونا على سجن درالي، وهناك عملنا عصيان، قدمنا لك جندي فرنساوي وفوتنا له عندنا لجوا، ويوم فوتنا له جوا قامت قيامتهم، وهون صارت المعركه، معركه من اللي بيحبها قلبك. قتلنا لك 3 فرنساويه وفلينا 10 من السجن، وهذا اللي صار عمي ابو عصام. الله يعطيكم الف عافيه عمي، الله يحميكم. الله يحميكم يا والله الله يحميكم. أبو عصام ورستم بس بيفوتوا. رستم حاضر سيدي. أمرك سيدي. مليم مليم شرف أخي رستم، ما يبيت قدام منك، فتش على كيف كيف. تفضل شرف. وإذا طلع في مطالب أمي أبو عصام؟ مطالبهم ما راح تلاقي رستم أفندي، مطاريب ما في هون. إذا لقيت حدا للبلد يعني حتلاقي أولاد بلدك. أولاد بلدك. يلا أبي يلا خلصنا شريف. شريف أبي صام. ما فهم علي. خلاص رح أقول إني فتشت البيت وما لقيت حدا.
لك الله يبارك بالبطن اللي حملها، انت اصيله بالوصله والله، كل عمرها غالي عشمي فيك. بس معلش خذ وقتك شوي حتى ما يقولوا والله فتشنا هيك قلق قلق، لا فتش على 100 مالك عوض اخي عوض. مثل ما بدك عمي بيسم. ماشي. الله حي رستم ابن البلد، خليك دايق رستم، راح اجيب لك دمين شاي. هات كرسي يا زلمه. يلا. لك انت. سيدي ما لقيت حدا. بس بقى بشيل. قول والله عمي. الله. وعافيك يا خالد. الله يشفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا قلبي انا. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا رجال. الله يسلمكم. انتم ببيت امن والفرنساوي انقلع. الله يجبر بخاطركم، والله فضلتوا على رسمه هون وان شاء الله نخدمكم بالافراح. تصاوب برجله ما؟ اي والله تصاوب برجله واجره قاعده بتنزف. ابو عصام أنا باخذ الشباب لعندي والمتصاوب بضل عندك. الله يجزيك الخير، أنت ما بتأثر، كل عملك أصيل أبو زافير. لا معنى شيء، لا ما حتفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أنت بابا. وكل الله. ما رح نلبككم يا رجال، بس يخف عدنان بإذن واحد أحد رح نطلع من الحارة. أنت كردي جانو؟ بلي سيدا من قامشلو، بس هلا ساكن بالشام. أهلا وسهلا فيكم، من وين ما كنتوا تكونوا؟ نحن أولاد بلد وحدة. سعاد خوش قلي جانو. الله يجبر بخاطركم يا رب. شو؟ نعم سيدي. يجي فوق راسك ويقول لي كباسي، وقت اللي فت على بيت محمود شو شفت؟ ما شفت شيء سيدي. بلا ما شفت. لا بلا شفت سيدي، شفت انه زعتر كان قاعد جوا. شو عم يساوي زعتر بيت محمود؟ والله يا سيدي ما بعرف. سيدي ابو جودات؟ شو بدك؟ هيك يعني سؤال. سؤال. هلا انا وانت مو اولاد بلد وحده؟ شو قصدك يعني بهذا السؤال؟ يعني انا وانت واهل حاره الضبع مو سوريين؟ بلا. سيدي بس كانه نحن عم نشتغل مع الفرنسي ضد اهل بلدنا. ايوه. من ايمتى اجاك هذا التفكير؟ وليش عم تحكي بهذا الحكي هلا؟ سيدي مجرد حكي، بدك ما تدقق. مجرد حكي. الو. احترامي سيدي. نعم سيدي. انا ورستم بمكتبكم. حاضر سيدي. احترامي. خير سيدي شوفي؟ كوماندا بده ياني انا وياك بكره الصبح بمكتبه. لا حاضر سيدي. اشمعنى بده رستم يكون معي اول مره بيطلبه؟ معقول يسلموا بداليه؟